وصحبه أجمعين. يسعد قسم اللغات أو قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر أن يبدأ نشاطه الثقافي هذا في هذا الفصل الدراسي الثاني هذا العام بأن يكون بيننا خيرة شباب باكستان. واسمحوا لي أن أقول خيرة شباب باكستان لأنه هو ابن من أبناء أحد الأساتذة الذين تعلموا أحد المشايخ الذين تعلموا في الأزهر، فنستطيع أن نقول أنه ابن الأزهر قبل أن يكون ابنا بارا لباكستان. فمعنا فضيلة الشيخ عزير محمود الأزهري، وعندما أقول لقب الأزهري هنا في باكستان أو في شبه القارة الهندية فهذا معناه أنه أباً عن جداً قد تعلم في الأزهر كما نقول الصفطاوي كما نقول الطنطاوي، فينسبون أنفسهم إلى الأزهر لأنهم تعلموا في الأزهر. هذا الشيخ عزير محمود الأزهري جاء لدورة للخطابة أو الإمامة في جامعة الأزهر بدعوة كريمة من الحكومة المصرية ممثلة في الأزهر الشريف، وهو ليس غريبا عن مصر فقد كان في فترة من الفترات يتعلم هنا في مصر، ولا أذكر بالتحديد كيف كانت أو متى كانت هذه الفترة، ولكنه تعلم في الأزهر ونهل منه كل المعارف والمعالم أو العلوم في اللغة العربية وخاصة في مجال التفسير والحديث وكل ما يتعلق بالدراسات الإسلامية. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه أيضا يعتبر متصوفا ومن سلالة المتصوفة، وكما قرأت في السيرة الذاتية فأنه أيضا يعني له الأتباع من السلاسل الصوفية النقشبندية والقادرية والششتية. ودعوني أقول أن الصوفية في شبه القارة الهندية لها دور كبير جدا في نشر الإسلام والعلوم الإسلامية، ما لم تستطيع الحكومات أيضا أن تقوم بهذه أو بهذا الدور. فالدور للمتصوفة دور كبير، نستطيع نحن كدارسين للغة الكردية أن نعرف دور المتصوفة حتى في نشر اللغة الكردية ونشر الألفاظ والمصطلحات العربية داخل لغات شبه القارة الهندية. فيرجع الفضل للمتصوفة، ووالده أحد هؤلاء المتصوفة البارزين فضيلة الدكتور أو الشيخ أبو الخير محمد زبير، وله دور باع كبير في اللغة العربية واللغة الإنجليزية ونشر الإسلام. وموضوعنا اليوم لا شك عن المدارس الدينية ودور المدارس الدينية في باكستان أو في شبه القارة الهندية. ودعوني أقول كلمة ربما لا يعرفها الجميع، أن من لا يستطيع تعليمه من الآباء للأبناء أو إذا كان الأب لا يستطيع أن يعلم أبنائه فالجهة الوحيدة أو المصدر الوحيد أمامه هو المدارس الدينية. فالمدارس الدينية تؤدي دورا بارزا في تعليم الفقراء وفي نشر الإسلام والأخلاق والمبادئ الإسلامية. وأنا شخصيا أعرف الكثير من العلماء البارزين تعلموا على يد أفاضل في هذه المدارس الدينية. المدارس الدينية في باكستان لها دور جليل وكبير سنتعرف عليه من خلال ضيفنا الكريم، ولكن قبل أن أعطي الكلمة للضيف الكريم ولا أريد أن أجير على حقه في الحديث معكم، أرحب بالأخ العزيز الدكتور عبد المجيد حبيب الله، وهو يعني لا أظن أن دارس للغة الأردية لا يعرف الدكتور عبد المجيد حبيب الله، فهو ليس حبيب الله بل حبيب المصريين وطلاب الأردية أيضا. كما دعوني أرحب بالأخ الكريم والأستاذ الفاضل أستاذكم جميعا. دكتور عبد النزير. أيوة الدكتور عبد النزير، فهو أخ فاضل وهو يعمل في الإذاعة المصرية.
كاملة نعرفه وخدماته لقسم اللغة الأردية لا يستطيع أحد أن ينكره. فنرحب مرة أخرى بطلابنا الأعزاء وبالإخوة الباكستانيين الذين نعتبرهم أبناء الأزهر كلهم، طلاب الأزهر سواء كانوا مصريين أو باكستانيين، وبدكتور مصباح وبأعضاء هيئة التدريس جميعا، وبالجنس اللطيف البنات الجميلات نرحب بهم جميعا. ونبدأ المحاضرة، وبعد المحاضرة إن شاء الله كل واحد يستطيع، وخاصة الطلبة، المحاضرة ستكون بها جزء باللغة العربية وجزء باللغة الأردية. فبعد المحاضرة إن شاء الله يستطيع كل طالب أن يسأل عن ما هو الدور الرئيسي لهذه المدارس، وهل فعلا هذه المدارس تؤدي دور كبير كما نعرفه، لأنه يدير فعلا جامعة مهمة جدا ومؤسسة علمية وروحية في باكستان. فمن خلال خبرته أنا أعتقد أنه سيضع يده على كل المشاكل التي تواجهها هذه المدارس. وأعطي الكلمة للشيخ عزير الآن فليتفضل ليحاضر طلبتنا. شكرا جزيلا. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أقدم مشاعر الحب والود وعواطف الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد عبد الرحمن ودكتور عبد المجيد حبيب الله ودكتور عبد النظير، وخاصة لدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، لأن الله سبحانه وتعالى جعله لنا سببا وبصيلة. جعل الله سبحانه وتعالى لنا سببا ووسيلة لهذا الاجتماع، لهذا الندوة، لهذا المؤتمر. وأنكم تعرفوا هذا الندوة، هذا المؤتمر، هذه الحفلة المباركة تدل على الخير، تدل على العلم. وقول الحبيب عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، يعني الله سبحانه وتعالى يعد إليه الأجر والثواب من يعمل الخير، من يفعل الخير. يعني أي واحد يعمل الخير ويفعل الخير الله سبحانه وتعالى يعد إليه الأجر والثواب. لكن الرجل الذي يدل على الخير أن الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه من الأجر والثواب. يعني العامل الخير طبعا هو يساب، لكن الدال على الخير أيضا يصاب عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الدكتور محمد أحمد محمد عبد الرحمن هو الدال على الخير. هذه الحفلة التي يعني كما أنكم تعرفون تدل على الخير والعز. موضوعنا كما أنكم تعرفون هذا الشيء اليوم، موضوعنا ما دور المدارس الدينية أو الجامعات الدينية في باكستان. موضوعنا الطويل، الوقت قصير، الوقت قليل، لكن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني نحن نوفر المعلومات المهمة، وبعد الأمور مهمة إن شاء الله نبين ونوضح أمامكم كي أنتم تستفيدوا، وإن شاء الله نحن نستفيد منكم بإذن الله تبارك وتعالى. أول شيء عن هذه الناحية، عن هذا الموضوع، هذا الشيء معروف وأنكم تعرفون الحمد لله تبارك وتعالى أن باكستان دولة إسلامية. باكستان دولة إسلامية، هناك شعب الباكستان والشباب الباكستان، كل الناس الحمد لله يحبون الدين وترسخون بالدين والقرآن والسنة الحمد لله تبارك وتعالى. بهذا السبب طبعا هم يتبعون قادات الإسلامية، الزعماء الحركات الإسلامية، بسبب هذا الحب، بسبب هذا الود، لأن أكثرهم ومعظمهم الناس يعني في باكستان
هم يعني يحبون الإسلام، يحبون الدين، هم متمسكون بالقرآن والسنة. وفي لقاء سابق حينما تقابلت مع الدكتور محمد إبراهيم، أيضا هو رئيس قسم لغة العضية، هو قال يا سيدي والله العظيم عن ناحية الدين وعن ناحية الإسلام، هو تكلم حينما معي، هو قال والله يا سيدي بعض الأشياء الذي يعني ما وجدت في الباكستان، يعني ما يعني وجدت في باكستان ما وجدت ذلك الأشياء يعني طبعا في الدول الأخرى الإسلامية، يعني ناحية الحياة، ناحية التمسك بالقرآن والسنة، الحب لله وحب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء يعني طبعا توجد كثير في باكستان، ونحن نشوف نرى هذا الشيء. ليس هكذا المقصود والمراد، ليس هكذا يعني مصر لا توجد هذه الأشياء، لا الحمد لله في كل الدول الإسلامية، لكن معظم الناس هناك طبعا هكذا. الآن ماذا حدث؟ يعني كما أنا قلت وضحت هذا الشيء، هناك الناس والشعب متمسكون وطبعا يتبعون مثلا قادات الحركات الإسلامية، زعماء الحركات الإسلامية، المنظمات الإسلامية من هذا السبب، أجل هذا الحب والود من بعض الطائفات، بعض الطائفات الدينية. اسمعوا يعني بالتوجهات، والله نقطة مهمة، الآن أنا أتي إلى الموضوع، بعض الطائفات المتطرفة، بعض الطائفات الدينية، بعض الأحزاب الدينية متشددة، انتهزوا الفرصة، استغلوا الفرصة، وأعدوا أذهان الأجيال بأي طريقة، يعني هم بيعرفوا هذا طبائع الشعب الباكستانيين، هم بيحبون الدين، هم يحبون الإسلام، الآن هم انتهزوا الفرصة، كيف؟ يعني هم أضلوه، أهدهم إلى طريق غير مستقيم، أهدهم إلى التطرف، إلى التشدد، إلى العنف، بعض يعني بعض الطائفات كما أنا قلت أنا أوضح، بعض الطائفات، بعض الأحزاب الدينية السياسية، هم انتهزوا الفرص، هم أعدوا أذهان الأجيال، أذهان الشعب، أذهان الشباب، يعني مثلا إذا أنت أي واحد، إذا أنت لا تقبل يعني كلامك، أي واحد لا يقبل دينكم مثلا هدد بالقتل، اقتله، هكذا هم أعدوا، هكذا هم جهزوا في الباكستان، في الهند أيضا طبعا بعض الناس موجود، هم فعلوا هكذا. إذا أي واحد مثلا أي واحد لا يلتحي، ليس ملتحي، اقتله. المرأة أي بنت ليست متحجبة، هددها بالقتل. أي واحد لا يقبل كلامك، لا يقبل دينك الذي أنت تقدم، أصل الدين، أصل الإسلام، يعني الذي أنت تقدم، يعني الطائفات المتطرفة، الأحزاب المتشددة الذين يحبون العنف، هم يقولون أي واحد لا يقبل هذا الشيء، لا يقبل هذا الدين، طبعا هم يعني هو يستحق للعذاب، يستحق للقتل، هو الكافر تماما. فهمت الكلام؟ في هذا الظل، في هذا الجو، الآن ماذا حدث؟ وأنتم يعني طبعا كنتم تشاهدون وتسمعون في القنوات، في الإذاعات، قتلوا هكذا، قتلوا مئات أخوات الباكستان في الانفجار، في القنبلات النووية مثلا، في العبوة الناس فقتلوا هكذا، أصيبوا بجراح هكذا، لماذا هذه الأسماء؟ لكن الآن أنا أتي، ماذا حدث في هذا الجو؟ من أنقذ من هذه الأسماء؟ من أنقذ؟ من حل هذه المشاكل؟ من نجاه خاصة الشعب الباكستاني والشباب الباكستاني؟ من أنقذ؟ من لعب دورا هاما في هذا الموقف العصيب، موقف خطر؟ من أنقذ؟ والله لا أحد إلا المدارس الدينية في باكستان، المدارس الدينية،
بعد أن أذكر أمامكم الشيخ علامة شاء أحمد نوراني الله يرحمه رضي الله عنه، كان رجلا عظيما وداعيا عظيما، هو يعني أسس المنظمة تحت اسم متحدة مجلس العرب قبل سنوات، وأسس المنظمة علامة شاء أحمد نوراني رحمه الله تحت اسمه متحدة مجلس العرب، وأجمع كل القادات كل الزعماء السياسية والدينية، وكلهم اتفقوا تحت رئاسة مولانا شاء أحمد نوراني، عالم كبير رجل عظيم، يعني أنا أظن هو أيضا عضو لجامعة الأزهر الشريف أيضا، وكان أيضا نائب رئيس لجامعة صدام، وأيضا عضو في ليبيا، يعني بين الصداقات القريبة، يعني رجل عظيم عالم العرب والعجم، كلهم اتفقوا تحت رئاسة والعلامة شاء أحمد نوراني رحمه الله عليه وضح موقف أبرز موقف، إلى متى الناس يقتلون؟ إلى متى الناس يهددون؟ إلى متى؟ يجب علينا أن نبرز الأزهر طبعا، كلهم كل القادات كل الزعماء يعني طبعا اتفق على هذا الموضوع، وبسبب هكذا ماذا حدث الآن؟ يعني إذا أنتم تقرؤون الصحف يعني الجرائد ويعني تشوفوا الإنترنت أنتم تجدون هذه الأشياء بعد هذا المنظمة، لأن كل القادات سواء كان من أهل الديوبند مثلا مولانا فضل الرحمن، سواء كان من السلفية مولانا ساجد ميد، سواء كان من أهل الشيعية مولانا ساجد نقل، كلهم اتفقوا. قال حضرتك تقول صحيح يا مولانا، بسبب هكذا ماذا حدث الآن؟ إذ أنتم يعني تشاهدون وتقرؤون الصحف وكل المجلات ويعني تطالعون هذه الصحف والمجلات تجدون هذا الشيء، الحمد لله خفت التوتر التشدد العنف بسبب هكذا، وقبل أنا أظن الشهور أيضا هناك قتل حاكم البنجاب سلمان تاسين، أنا أظن هذا الشيء أنكم تعرفون في باكستان مسألة كبيرة، بعد وفاة علامة شاء أحمد نوراني انتقل الرئاسة إلى والدي الدكتور أبو الخير محمد زبير، الآن هو رئيس حالي لجميع علماء باكستان، وفي هذا الموقف طبعا أيضا يعني ثارت الضجة الفتن والاضطرابات ثارت، لأن بعض الناس كما أنكم تعرفون ينتهزون الفرص، هم يريدون أن يثير الفتن الاضطرابات، هم فعلوا نفس الشيء، وبعض الناس هم يتساهلون هم يقولون لا داعي لهذا الشيء، أي واحد بيهين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست المسألة على ضغط اليهود والنصارى، يعني أصلا حاكم بديب هو أهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، مسألة كبيرة، لكن موقف عصيب موقف خطر، لماذا؟ كما أنكم تعرفون بعض الطائفات نفس الطائفات يعني متعنفة ومتشددة أبدا، بعض يعني يريدون أن ينتهزوا هذه الفرصة ويستغلوا هذه الفرصة، طبعا بدأوا أن يثير الفتن يثير الاضطرابات، لكن بعض الناس على درجة اليهود والنصارى يقولون اترك هذا المسألة، يعني هم يبيعون الدين يبيعون حب الحبيب عليه الصلاة والسلام اللهم فقط للفلوس في ذلك الوقت، والله العظيم يعني إذا أنتم تشاهدون وتقرؤون الصحف والمجلات كلهم يعني شاهد والدال على هذا الكلام، كل قادة الإسلامية الدعماء كلهم يعني سكت صمت عن هذا الموضوع، ماذا نتكلم عن هذا الموضوع؟ موقف خطير جدا، في ذلك أول رجل من تكلم أمام الحكومة أمام القنوات الإذاعية، أول رجل من بلغ رسالة الإسلام بالأمان والسلام هو الدكتور أبو الخير محمد زويل، وبهذا السبب في هذا الوقت كلهم اتفقوا على رئاسة الدكتور أبو الخير محمد زويل، في حركة
دفاعي تحفظ نظام تحفظ الحبيب عليه الصلاة والسلام. الآن المقصود توتر، يعني كما أنا قلت يعني خفت التوتر، خفت العنف. يعني الآن أنتم تسألون الدور، كيف نحن نثبت دور المدارس؟ هذا سؤال ينشب السؤال موضوعنا دور المدارس. الآن أبين هذا الشيء، وضح أمامكم كل قادات الإسلامية وزعماء الإسلامية في باكستان معظمهم أصلا هم يتعلقون بالمدارس الدينية، ويتعلقون بالمدارس الدينية. مثلا مولانا فضل الرحمن ورئيس جميع علماء الإسلام، آلاف الناس يتبعون، وقائد رائد يتعلق بعلماء ديوبند، من مدارس ديوبند. مولانا القاضي حسين أحمد، ممكن سمعتم أسماءه شهيرة في باكستان، قاضي شهيرة، زعماء شهيرة، القاضي حسين أحمد، منور حسين، يتعلق بالمنصورة، مدارس الدينية الإسلامية. ساجد مير يتعلق بمدارس السلفية، هذه قادات في باكستان. الوالد الدكتور أبو الخير محمد زبير يتعلق أيضا بجامعة الركن الإسلام، هو رئيس. يعني أصلا كل قادات، معظم القادات الدينية السياسية يتعلقون بالمدارس الدينية. الناس يسمعون كلام، يقبلون الكلام، وكما أنا قلت وبيّنت هذا الشيء، الناس يحبون في باكستان، يحبون القادات الإسلامية، بهذا السبب يتبعون كثيرا. بهذا السبب نحن نستطيع أن نقول في هذا العصر، في هذا الزمن، يعني من خفف التوتر، من خفف يعني العنف، التشدد، التطرف، نحن نستطيع بلا مبالغة والله، يعني المدارس الدينية لعبت دورا هاما، دورا هاما، دور مهم جدا. الشيء الثاني، من المعلوم هذا الشيء ونحن نعرف هذا الكلام، في مجتمعاتنا المستويات الدرجات، احنا قسمنا الدرجات المجتمعات، مثلا هذه درجة العليا، درجة الوسطى، مستوى السفلى، this is upper class, this is middle class, this is lower class. Then we divided our nation in these categories. We categorized. And this is a big problem in our country. يعني أنا أقول يعني طبعاً هذه المشكلة كبيرة عظيمة. أي المشكلة؟ إحنا قسمنا شعباً وشباباً وكوباً في الدرجات، في المستويات، المستوى الأولى، المستوى العليا، المستوى الوسطى، المستوى السفلى، من ناحية التعلم، ماذا يحصل، ماذا يحدث بعد هذا التقسيم؟ طبعاً بعد هذا التقسيم الأبناء الفقراء والضعفاء لا يستطيعون أن يحصلوا ما يحصلون الأبناء الأثرياء والأغنياء. ما رأيكم؟ كلام صحيح؟ يعني طبعا إذ نحن نشوف من ناحية التعليم، إذ نحن ننظر نشوف هذا الكلام، هم يلتحقون الأبناء الأثرياء والأغنياء يلتحقون بالجامعات الجديدة والحديثة أن يدفع الرسوم يلتحق، لكن الأبناء والفقراء والضعفاء هم لا يتمتعون بل يبكون، ينظرون فقط، يتمنون فقط الأمنيات، لكن لا يستطيع أن يحصل العلوم الجديدة، العلوم العالية طبعا. لكن سبحان الله، شوف الكلام، يعني هذا الحقيقة، هذا الحقيقة في كل الدول، ليس فقط في باكستان، ما صبيتنا هكذا دول الإسلام اللغة غير هذا الكلام موجود. لكن الآن ما دور سبحان الله
يعني أبناء الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون أن يحصلوا تلك العلم، تلك العلوم الجديدة الحديثة العالية، الذين يحصلون أبناء الأغنياء والأثرياء بدفع الرسوم العالي. نفس العلوم وفرت مدارس الدينية في الباكستان مجانا، والله حصل. ليس دور كبير، الله تعالى، ليس دور مجان، نفس العلوم. يعني عندنا موجود المدارس ما شاء الله، البينا شريف يتعلق الشيخ الدكتور عبد النظير ما شاء الله، منهاج هناك موجود في كراتشي، الدقي عثماني، جامعة بنوري مثلا، في جامعتنا أيضا ركن الإسلام. يعني نحن ندرس أيضا العلوم الإسلامية، حديث، تفسير، الفقه، ومع هذه العلوم ندرس أيضا الكمبيوتر الحاسوب والعلوم الجديدة، نصلح أبناءنا وطلابنا بأسلحة العلوم الجديدة. سبحان الله، مجان مجان، هذا ليس دم كبير. أخوانا ما شاء الله، أخوانا سليم بارك محمود وعاطر ومود، كلاهما ما شاء الله ظهير خبير في هذا الأمر، له يعني يوفر هذا العلم وهذه المجال الأشياء للطلاب. هذا الشيء مهم جدا. هكذا المستوى السادس.